سمعني انا مسبل يردي مرا الاسطول ولاد حومه خرجوا في بوطي وليجها مجهول والله بريسوري سكول بروبلم ماشي في العقول امي ما في الكف ام الكشمه وليدها يولي يمي انتي سامحيني اذا جرحتك كلامي وليدك رحمي يولي خاوتنا ماشي كي نسباري قولوا صاي كان من راكو فاهم الحكايه ما كلام دي طاي ياما جامي خممت انا نساك غير هالمكتوب ياما غير هالمكتوب ودي يا بلبيكم كي راح نعيش صاحي ما لقانيش ما لقانيش سيد احمد سبع شهور مخبي ولا القهار بيجري من غني الراي ما نقول لك دولة تجري وانا نجري المساغر راحت وخلتكم تطبعوا في النقود رخصتوا بينا وغليتوا في اسعار الوقود الله يرحم خاوتنا اللي رجعوا في الصندوق دولة هادي ما عطتني والو سي فرصة راسي مغلوق مونتي دوسي ودعي في صلاة الجمعة كنت فكر كلامك تجيني الدمعة كيف الرجال عالي وتشعل الشمعة ماما انتي ربيتيني وخرجت ولد حلال من فيدي تخنى في الملي والله يحسن الحوال عندي هدف هو ردي والديا ماما افريكا مانيش عليك انتيا يا سيد الرايس مصغر راي تعلم الروتين القتالة اللي منها الشباب تألم ما حبيناش نقطعوا البحر عطونا تعشيرة الطلق صرح خاوتنا سببهم الشيرة الطلق صرح خاوتنا سببهم الشيرة ياما جامي خممت أنا نساك غير هالمكتوب ياما غير هالمكتوب ودي يا بلبيكم كي راح نعيش صاحي ما لقانيش معاود نهضر ونولي ولاد حومه قلعوا في القارب الاخر فيهم داير تعمر في الجوارب دارها بهم يا ماها في اللارج بروكا ضربة شويه ريح انقلبت بهم الفلوكه لي حرقوا نصهم كامل عندهم نيفو عالي الرحله ماشي مضمونه كانت باينه على بالي نحيت الحرقه من راسي بسكول عجوز في بالي ياما جامي خممت انا نساك غير هالمكتوب ياما غير هالمكتوب ودي يا بلبيكم كي راح نعيش صاحي ما لقانيش ما لقانيش